شفتوا فيديو النوت 20 الترا عجبكم؟ حاجه لطيفه كده مصور مع الايفنت وبننزل في نفس وقت الايفنت. بس سامسونج بقى مش من نوع الشركات اللي تديك كل حاجه كده قبل ايفنت تقول لك اتفضل كده، لا لازم في حاجه كده تتساب، لازم تشوفها لايف وتنبهر بيها لايف، وهو باختصار السامسونج زي فولد 2، النسخه المتطوره جدا من السامسونج جالاكسي فولد بتاع السنه اللي فاتت. سامسونج ما اعلنتش عن تفاصيل كتير حوالين الموبايل ده، وقالت ان هي هتكمل الاعلان بتاعه يوم 1 سبتمبر، وده هيكون برضو بعد البري اوردر. بصراحه هي حاجه غريبه شويه ان المعلومات دي المفروض تتقال من بدري، يعني المفروض تتقال من دلوقتي، بس هي تم اخفائها لسبب ما هنعرفها ساعتها. بس بالحاجات اللي تم اعلان عنها هحاول ان اشارك بعض الاراء حوالين الزي فولد 2. واول حاجه التسميه بتاعته، دلوقتي اغلب الناس متوقعين المستقبل بتاع الاجهزه الفولد هيكون نوعين، واحد بيتفتح زي موبايلات القديمه كده وواحد بيتفتح زي الكتاب. مبدئيا اكبر مشكلتين كانوا موجودين في الجالكسي فولد بتاع السنه اللي فاتت كان حاجتين. اول حاجه ان الشاشه رقيقه جدا، بضفرك ممكن تقطع الشاشه، ممكن تعمل خط كده وتخرمها بضفرك لو انت ضفرك طويل شويه. دي كانت حاجه مرعبه بصراحه، ان الموبايل سعره غالي جدا، وسامسونج كانت شايفه الموضوع ده وكانت بتصلح الشاشه ب $200 بس، بدل ما هي تصلحها ممكن يكلفك $1000 او $1200، كانت بتصلحها لك ب $200 في اول سنه. وطبعا الحاجه الثانيه ان الديزاين بتاع الموبايل كان فيه اخطاء كتير جدا، الكفر ديسبلاي كان شاشه 4.6 بوصه وفيها حواف كبيره قوي، وشاشه حجمها صغير يعني لا تستخدم، انت مش هتعرف تستخدم الشاشه دي كموبايل. والشاشه الداخليه كان فيها نوتش كبير قوي في حته غريبه قوي برده، كان حجمها غريب جدا. وسامسونج في الزي فولد الجديد ده قضت على كل المشاكل اللي انت ممكن تتخيلها. نبدا بقى مشكله، وهي الشاشه وازاي هي رقيقه وكده. وسامسونج قالت ان هي عملت تكنولوجيا جديده اسمها UTG الترا ثين جلاس، يعني عملوا ازاز رفيع تنين بدل البلاستيك اللي كان موجود على الفولد القديم اللي كان بيفتح ويتقفل، لا عملوا ازاز بيتفتح ويتقفل. احنا مش اول مره نسمع عن الالترا ثين جلاس دي، احنا سمعنا عنها في الزي فليب اللي هو نزل في اول السنه مع الاس 20 الترا. وقنوات تعزيز الموبايلات مسكت الموبايل ده وقعدت تحاول تخدشه، واكتشفوا ان هو بيتخدش زيه زي بلاستيك، بس يعني بيستحمل سن اكتر، بس لا يقارن تماما بالازاز الموجود على النوت 20 مثلا او النوت 20 الترا. فهل هنا احنا بنتكلم عن نفس نوع الازاز الموجود في الزي فليب؟ اغلب الظن اه. هو هل هو احسن من الفولد القديم؟ احسن حاجه بسيطه، ولكن لا يقارن تماما مع الازاز اللي انت ممكن تحطه مع مفاتيح في جيبك وانت مطمن. لا هي بس في نقطه مهمه هنا، الشاشه الداخليه بس هي معموله بالالترا ثين جلاس، ولكن الشاشه الخارجيه شاشه الكفر ازاز عادي زيها زي النوت 20. دي كانت مشكله اولانيه ما اتحلتش قوي، بس نقدر نقول اتحلت مثلا بنسبه 40% 30%، ولكن المشكله الثانيه تم القضاء عليها تماما. الشاشه الخارجيه او بيقول عليها كفر ديسبلاي كبر حجمها من 4.6 بوصه في الفولد القديم ل 6.2 بوصه في الفولد الجديد، يعني انت بتتكلم تقريبا في بوصه و8 من 10 بوصه و7 من 10. الشاشه بدون حواف من بره، شاشه موبايل 6.5 بوصه ممكن تمسكه وتستخدمه عادي زيه زي اي موبايل ثاني اندرويد. والشاشه دي يا جماعه دايناميك اميلد 2200 تقريبا في 816، يعني شاشه واصله اكتر من فول اتش دي بشويه، حاجه بسيطه. هي اي نعم مبطوطه قوي يعني قوي قوي يعني عن الطبيعي بكتير قوي، فاللي هي مش كل حاجه هتبقى عمليه على الشاشه دي، بس الشاشه كبيره واصله للحواف ومش هتحتاج تفتح موبايلك كل مره لما تيجي ترد على مكالمه او حاجه زي كده. والشاشه الداخليه بقى النوتش اللي كان مش مفهومه ايه لازمتها في الحياه في الفولد القديم بقت هول بانش، كاميرايه واحده مدوره صغننه قضت على كل المشاكل، حاجة خرافية. يا سامسونج ليه تعملوا بجد الفولد القديم بالديزاين ده طالما انتوا تقدروا تعملوا له ده؟ يعني ليه تدفعوا الناس دم قلبهم ب 40,000 جنيه وتلبسوا الناس وانتوا تقدروا تعملوا حاجة كام من أول مرة؟ يعني ماركتينج بقى وكده. تصميم بصراحة خرافي للشاشة الداخلية والشاشة الخارجية، وأعتقد التصميم ده عملي أكتر ومفهوم أكتر عن الميت اكس بتاع هواوي، عشان الميت اكس بتاع هواوي مثلا شاشته الخارجية هي الكفر ديسبلاي، يعني شاشه انتوا فاهمين ان هي بتفتح لبره وهي اللي بتقفل، فالشاشه بتفضل من بره. الشاشه دي عاده بتكون بلاستيك او كده، فالموبايل ده لو انت حاططه في جيبك مع مفتاح انت يعني تقدر تقول بنسبه 90% هتقطع الشاشه من اول اسبوع. الحاجات بقى اللي حمستني جدا جدا في الشاشه ان دلوقتي الشاشه الخارجيه والشاشه الداخليه 7.6 بوصه او الشاشه 6.2 بوصه الاثنين 120 هرتز، واغلب الظن 120 هرتز هنا هتكون على الماكسيمم ريزولوشن مش على ريزولوشن اقل، يعني انت تقريبا بتتكلم على 1.7K او 1.8K الشاشه الداخليه بتاعت الزي فولد 2، شاشه 1.7K 120 هرتز. شكرا شكرا. كان في تسريبات كتير قوي كانت بتقول ان الفولد الجديد بتاع سامسونج ده بما انه هينزل مع سلسله النوت، فكل الناس كتير متوقعه ان هو هيجي بقلم، هيجي باول فولد ده بالموبايل بقلم. هنا
ما فيش حاجة رسمية، ولكن من كل الصور اللي انا شفتها ما شفتش اي مكان ولا اي خرم القلم من الحاجات الرسمية اللي سامسونج نزلتها. حتة ان الفولد الجديد هيجي بقلم دي اتلغت من المقاييس. طيب بعيد عن القلم بقى، في اختيارات غريبة اتعملت في الموبايل ده بالنسبة للكاميرات. كاميرات الزي فولد 2 كأرقام اقل من كاميرات النوت 20 العادي، مش حتى النوت 20 الترا او كده، لا هي اقل من النوت 20 العادي. هنتكلم على الكاميرات الخلفية اللي ورا في الجهاز، هما 3 كاميرات، كل كاميرا 12 ميجا بكسل، وكاميرا منهم الترا وايد، كاميرا منهم كاميرا عاديه، وكاميرا منهم كاميرا زوم 2x فقط. وده كارقام اقل من الكاميرا ال 64 ميجا بكسل الاساسيه بتاعت النوت 20 العادي. وكمان الكاميرا الزوم بتاعت النوت 20 العادي كانت 3x، والنوت 20 الترا كانت 5x، هنا انت عندك 2x بس. فليه يعني اختيار غريب شويه. الكاميرتين الاماميتين، سواء الكاميرا اللي في الكفر من بره او الكاميرا لما تفتح هتشوفها جوه، الكاميرتين دول 10 ميجا بكسل زي بعض. وعامه بحب حته ان الكاميرات تبقى شبه بعض، عشان لو انت في مكالمه او كده مش كل ما تقفل الموبايل او تفتح الموبايل تلاقي كواليتي المكالمه اختلفت تماما، او في فرق ما بين الكاميرا دي والكاميرا دي. لا، انت تكون مرتاح انك ممكن تاخد سيلفي كويسه وانت قافله، او تاخد سيلفي كويسه وانت فاتحه. موضوع الارتياح ده المفروض يكون موجود. طبعا في بعض الفيتشرز اللي ما ينفعش تنسي، وكانت تجربه ممتازه في الفولد القديم وهتكمل هنا في الفولد الجديد، هي الاستيريو سبيكرز بتاعته. والسماعات هنا مش سماعه استيريو اساسيه والسماعه الثانيه مثلا ايرفون بس بتشغل صوت، لا هي سماعتين اقويه جدا في ناحيتين الموبايل بيطلعوا صوت عالي جدا. انا بصراحه متحمس جدا للفولد الجديد ده، خصوصا التصميم بتاعه نقله في حته تانية خالص، واعتقد ان يعني ده الحل الواقعي، ده الديزاين الواقعي بدل الديزاين الغريب بتاع السنه اللي فاتت. واعتقد ان هي مش محتاجه تفكير، يعني مجرد الموبايل ده هيفتحه بري اوردر في 1 سبتمبر خلاص، خد كل فلوسي واديني الموبايل ده عشان خاطر. لسه مفيش كلام عن السعر، بس اتوقع ان هو هيكون في نفس سعر السنه اللي فاتت اللي هو 2000 دولار، ومصر لما يدخل هيكون في رينج 35000 جنيه مصري. سعر غالي جدا، بس انت بتاخد تقريبا انضف حاجه من كل حاجه، ما عدا اختيارات غريبه مثلا في الكاميرات. بس لو انت فاكر ان سعر 2000 دولار ده غالي، فاسمع الجمله اللي جايه. سامسونج عملت شراكه مع شركه فاشن امريكيه اسمها توم براون. توم براون بيعملوا بقى هدوم ومحافظ مش عارف ايه، تلاقي محفظه مثلا ب 500 دولار و1000 دولار، حاجات غريبه كده اللي عمرنا ما بنقرب منها. سامسونج عملت شراكه معاهم، فاغلب الظن هيكون في نسخة تانية من الفولد مثلا ايه بقى بتلاتة ولا حاجة او باتنين ونص. فانت لو اتنين دي كتير عليك، فاسمع بقى الاسعار اللي هنسمعها قريب. طبعا بالاضافة لكده، سامسونج اخدت وقت طويل قوي تتكلم ان هم حطوا اساتك كتير في الهنج بتاعت الفولد، اللي هي بتستحمل هو يقف في حتت كتير مختلفة، مش مجرد يفتح ويقفل زي الفولد القديم. فالموبايل ده كده حماسي جدا، تكنولوجيا جدا، ومحتاج تجربة فعلا. فيعني بلا استثناء 1 سبتمبر هحط بري اوردر بتاعي، او ما يجيلي على طول هنعمل فيديو وهننبهر تاني، وربنا يستر بقى واعرف ابيع بسعر كويس، يعني عشان السنه اللي فاتت خسرت كتير قوي في الفولد القديم، فان شاء الله ما اخسرش كتير في ده. سامعت، شكرا شفت الفيديو، تك اشترك في القناه، فعل زر الجرس، ويعني لازم تكون متابع كده اول باول. اشوفكم في الفيديو.